مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة أخريبكا، بالضبط في الحي الصناعي بعد مرور سنة. خوتي كنظن أن متتبعي قناة شوف تي في وكاع خوتنا اللي كيتابعونا سبق لينا وجينا هذه السنة، جينا تمتعنا بهذا المنظر ديال هذه اللوحة الفنية، يعني سميتها يعني قبل سنة باللوحة الفنية. وها نحن اليوم مشاهدي قناة شوف تي في رجعنا لنفس المكان يعني بعد مرور سنة، والمسؤولين ما مسوقينش لهذا الحالة نهائيا. كما كتلاحظوا معنا حالة كارثية، ما عرفتش واش نسميوها حالة كارثية ولا نسميوها لوحة فنية، لازم ومن يعني من المنتظر ان ساكنه مدينه خريبكه يجيو يتمتعوا بالمنظر ديال هذه اللوحه الفنيه، لان بما ان المسؤولين في سبات عميق وما مسوقينش الا انهم تيشوفوها شي تراث ولا شي لوحه فنيه اللي خاص ساكنه مدينه خريبكه يجيو يتمتعوا بهذا المنظر هذا الرائع. لان كما تتشوفوا معنا من بعد سنه، انا ما عرفتش شحال هي هكا، ولكن بالنسبه لي انا شخصيا او قناه شوف تي في جات قبل سنه بحال هكا، يعني مرت سنه بالضبط نقلنا هذا المنظر، شفنا هذا المنظر، شفنا المعاناه ديال اصحاب يعني السيارات كيفاش كيدوزوا هنايا في هذا الحي الصناعي لي تريبورتور، يعني ماشي شارع اللي هو ما فيهش حركه المرور للاسف، للاسف الشديد شارع اللي هو كيتواجد في الحي الصناعي اللي فيه حركه المرور ما كتوقفش. فهانتوما كتشوفوا خوتي هاد اللوحة الفنية ما قدرتش نعطيها شي اسم آخر، بما أن بقات مدة سنة من بعد ما نقلناها حنايا لكم على المباشر وشفتوها بحال هكا وبقات سنة، إلا أن مسؤولين خريبكة تيشوفوها بأن هاد المنظر خاص يبقى وكيستمتعوا بهاد اللوحة الفنية، عيب وعار أنهم يصلحوا الطريق. عام خويا باش صورناه، عام مازال قالوا نعم، قال لي السيد راه قالوا غادي يصوبوها. فرق ما بين قالوا، فرق ما بين قالوا غيصوبوها وفرق ما بين اننا مرات سنه وجينا ولقيناها في نفس هذه الحاله الكارثيه مشاهدينا. فعيب وعار، عيب وعار على المسؤولين. واش ما كتشوفوش هذه الحاله الكارثيه؟ واش ما كتجيوش في هذا الطريق؟ واش الحي الصناعي ما محسوبش ولا ما كاينش في الخريطه ديال مدينه خريبكة؟ لاحظوا معنا يعني غير هذه، غير في هذه اللحظه اللي حنا واقفين مروا طوموبيلات لي تريبورتور ماطر، يعني في هذه الحاله الكارثيه. ما تيأنبكمش الضمير ديالكم يا المسؤولين وانتم كتشوفوا المواطنين كيتعذبوا وكيتمحنوا وكيتكرفصوا في هذا الطريق اللي منها عداد؟ هذه عاصمة الفوسفات مشاهدينا، عاصمة الفوسفات، عاصمة الفوسفات اللي من المفروض انها تكون كما شحال واحد تيقولها بالدارجة ديالنا خصها تكون مبنية بالجاج. للأسف الشديد حنا كنشوفوا حتى الطرقان أو البنية التحتية ديال شوارع المدينة في حالة يرثى لها مشاهدينا، ما جبنا حتى شي حاجة من راسنا، حنا كنقلوا لكم الواقع، الواقع بالصوت والصورة وبدون مونتاج مشاهدينا. لاحظوا المعاناة ديال الناس اللي كدوز هنايا بالسيارة ديالهم، كيجري من حفرة وكيطيح في حفرة أخرى، تبغي يهرب من ضايا وكيطيح في ضايا اكثر منا. فكما قلت لكم وللتذكير مشاهدي قناه شوف تي في، حنا كنتواجدوا في الحي الصناعي. خويا علاش تصورش؟ كنتواجدوا، اش من حق عندك باش تصورني؟ اتونسيون. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، حنا الا كنصوروا راه كنصوروا الواقع، حنا كصحافه كنقلوا الواقع، ولكن باش ولدي صيفطك شي حد باش تصورني باش من حق؟ اذا مشاهدي قناه شوف تي في لاحظوا معنا
للتذكير بالنسبه لخوتنا اللي عاد التحقوا بنا في هذا المباشر، فاحنا كنتواجدوا في الحي الصناعي، الحي الصناعي في نفس البلاصه كنت واقفه ونقلت لكم هذا الشيء وهذه الصوره، لان انا سميتها لوحه فنيه، لوحه فنيه نقلتها لكم خوتي وللمسؤولين، وناشدناهم وقلنا لهم شوفوا هذه الطريق كيفاش دايره، شوفوا هذه الحاله الكارثيه كيفاش دايره. ولكن للاسف الشديد مرت سنه وعاودوا عيطوا لنا وقالوا لنا الساكنه اجي اختي ناديه واش عقلتي على هذيك البلاصه اللي في الحي الصناعي اللي سميتيها اللوحه الفنيه، رجعي تعاودي تستمتعي بالمنظر ديال اللوحه الفنيه. ربما مسؤولين اخر يبقى قالوا ما يمكنش نستغناو حنا على هذه اللوحه، فهذه اللوحه كنمتعوا بها عويناتنا. ولكن واش المسؤولين حتى هما كيجيو يدوزوا هنا بالسيارات ديالهم؟ واش كيجيو حتى هما يمتعوا عويناتهم وطوموبيلاتهم في هذا الطريق؟ يعني لاحظتوا معنا الشارع اللي ماشي زعما محدود ولا ما تيدوزوش منه، فهو شارع في الحي الصناعي اللي فيه حركه المرور باستمرار، وربما هنا غادي نوجهوا نداء لساكنة مدينة خريبكة، جيو تستمتعوا وتخضروا عويناتكم وتستمتعوا بهذه اللوحة الفنية، وما تنساوش تجيبوا معكم المسؤولين، صيفطوا لهم دعوة، عطيوهم دعوة للمسؤولين، قول لهم يلا جميع نستمتعوا باللوحة الفنية في الحي الصناعي، وما فيها بس إلا جابوا طوموبيلاتهم يدوزوهم من هنا في هذه الضايات، بغيناهم حتى هما يدوزوا طوموبيلاتهم هنا، لأن دائما المسؤول إلا كان حتى هو دار راسو بحالو بحال المواطنين وجاب حتى هو طوموبيلته ودوزها في هاد الضايع، ربما يقدر يحس. ربما إلا كان ساكن هنا نجيبو المسؤول ونقولو له سيدي أنت ساكن هنا مثلا هاد الضايع هاد الدار اللي أمامنا مشاهدينا، ربما ديال مسؤول واش تبغي تطلع على هذا المنظر وسراجمك كيطلع على هذا المنظر. دائما يا مسؤول حط راسك في بلاصه المواطنين، دائما يا منتخب تنقول لك الا ما قدش على المسؤوليه سير في حالك، واذكركم دائما يا منتخبون بالخطاب الملكي اللي تيقول لكم جلاله الملك في الخطاب الملكي، الانتخابات ليست للمناصب، الانتخابات لخدمه المواطن فقط، فإلا كنتي ما غاديش تخدم المواطن وما قدش على المسؤوليه سير في حالك. اقولها واتحمل كامل مسؤوليتي. المنتخب الا ما قدش على المسؤوليه يمشي في حاله مدة سنة، أنا ما عرفتش إمتى هاد الشارع في هاد الحالة، ما عنديش علم، ولكن اللي عندي علم به واللي نقلت أنا المباشر هو أن سنة دابا بحال دابا شهر 12، أنا في شهر 12 درت المباشر هنايا، درنا المباشر وناشدنا المسؤولين ونقلنا الواقع وقلنا لك يا مسؤول شوف هاد الشارع وشوف من حالة الساكنة، شوف هاد الشارع وشوف من حالة أصحاب السيارات اللي كيتكرفصوا هنايا، شوف هاد الشارع وشوف حالة الوليدات اللي كيدوزوا من هاد الطريق باش يمشيو للمدارس ديالهم. ولكن لا حياة لمن تنادي، ربما هاد المباشر ما غاديش يعجبك، ولكن وكان درتي خدمتك وصوبتي هاد الطريق ودرتي الواجب ديالك كنت غادي نجي عوض أننا نقولوا لوحة فنية ونقولوا المسؤولين ما داروش خدمتهم ونقولوا المسؤولين في سبات عميق ونقولوا المسؤولين أوت، كان ممكن نجيو ونلقاو الطريق تصاوبت ونقولوا لكم شكرا. فنحن لا نجامل احدا ولا نخاف احدا وما كنشكروش اللي يعني احنا اللي كما كنقولوا اللي ما شكرش الناس ما يشكرش الله. تمنينا يعني من بعد ما نقلنا لكم الواقع هذه سنه وجينا وقلنا لكم شوفوا هذا الشارع كيفاش داير، رحموا هاد الناس، رحموا صحاب السيارات، رحموا هاد الساكنه، ديروا الواجب ديالكم، راه ماشي شي حاجه غادي تجيبها من جيبك، هذه ميزانيه، هذا حق المواطن انه يدوز في شارع مزيان، هذا حق هاد الحي الصناعي يكون في حاله نقيه، ولكن للاسف الشديد ثم ما مسوقينش، فها نحن اليوم بعد سنه رجعنا لنفس المكان وقلنا لكم حشومه عليكم وعيب عليكم. واش ما كانش من الاحسن اننا نجي ونقول لكم شكرا للمسؤولين صوبتوا هذا الطريق، تحيه لكم، هكا كنبغيو المسؤول يكون، يعني كان ممكن يدار مباشر هكا ولا هكا، ولكن نتوما فضلتوه يكون بحال هكا، نتوما فضلتوه
هذا المباشر نرجعوا من بعد سنه ونديروا مباشر بحال هكا، لكن اقسم بالله العلي العظيم ما عندنا يعني ماشي هادشي تيحز في النفس، تيحز في النفس، هادشي كيحز في النفس، هادشي تيقول لنا فقوا من النعاس يا المسؤولين، هادشي تيقول لنا عيب وعار عليكم، هادشي تيقول لنا انت مسؤول ما قدش بالمسؤوليه ديالك. هادشي كنقلوه لكم خوتي، هذا واقع بالصوت والصوره وبدون مقاس، يعني بدون مونتاج، ماشي درنا فيديو مشينا كنديروا اللي بغينا ونحطوا اللي بغينا، هذا مباشر كينقل لكم الواقع. نتمنوا انكم تبارطاجيو هذا المباشر، ونتمنوا اننا نرجعوا نقول لهم شكرا، ما نرجعوش مره اخرى ونقولوا حشومه عليكم، واش نتوما ما كتشوفوش هادشي؟ بارطاجي يا مواطن سكينة مدينة خريبكة. فكما قلت لكم أي مواطن غيور على بلاده، أي مواطن بغى يوصل المعاناة والحالة الكارثية والبنية التحتية الضعيفة ديال مدينة خريبكة، يبارطاجي هذا المباشر، لأن يعني كاين مسؤولين اللي خاص يوصلهم هذا المباشر، كاين أصحاب القرار، كاين ناس ما دايرينش خدمتهم، ولكن كاين مسؤولين أكثر منهم وكبر منهم يحاسبوهم. وحتى اليوم فالمواطن الخريبكي كيحاسبكم، المواطن الخريبكي تيقول لكم في الميزانيه، المواطن الخريبكي تيقول لكم علاش كنشوفوا شوارع المدينه في هذه الحاله الكارثيه، المواطن الخريبكي تيقول لكم عيب وعار عليكم خدموا هذه المدينه، المواطن الخريبكي تيقول لكم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المواطن الخريبكي هو هذا اللي كيدوز بالموتور ديالو، تحيه لك خويا. المواطن الخريبكي هو هذا اللي كيدوز بالسياره ديالو، تحيه لكم. بالسياره وبالدراجه وكيتكرفص، المواطن الخريبكي هو اللي كيقطع هاد الضيات على رجليه، وليدات وبنيات خريبكة هما اللي كيمشيو للمدارس ديالهم اللي هما راهم في هذا الاتجاه، كاين ثانويات الفوسفات، كاين اعداديات الشهيد المعلم العربي، كاين مدارس يعني ابتدائيه كلها في هذا الاتجاه لازم عليهم يقطعوا من هذا الطريق. المواطن الخريبكي هو اللي تيقول لكم عيينا عيينا والمسؤولين في سبات عميق، عيب وعار. واذكركم مره اخرى بالخطاب الملكي، واذكركم مره اخرى بالخطاب الملكي اللي قال سيدنا الله ينصره ويحفظه لنا يا رب. الانتخابات ليست للمناصب، الانتخابات لخدمة المواطن فقط. خدموا المواطنين، سمعوا المواطنين، شوفوا من حال المواطنين، خدموهم ولا سيروا بحالكم. إلى هنا مشاهدي قناة شوف تيفي، كنجيو لنهاية هذا البث المباشر من مدينة خريبكة، بالضبط من الحي الصناعي، بالضبط من أمام هذه اللوحة الفنية اللي استمتعنا بالمنظر ديالها قبل سنة، وها نحن اليوم رجعنا لنفس المكان لنستمتع بمنظر هذه اللوحة الفنية هنا بالحي الصناعي. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء. بارطاجي يا مواطن، بارطاجي يا خريبكي، السلام عليكم.